السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم بإذن الله الفيديو تبعنا بالمساعدة مع أبو محمد الشيخ نبيل قناة قرب الشام، أعطانا طريقة وعيار عجين بقلاوة التركي. فاليوم نحن جبنا من منبع، يعني هذا الفيديو هيكون بس طريقة عجين بقلاوة التركية. وشكر كتير كبير لأبو محمد الشيخ نبيل قناة قرب الشام على مساعدته بموضوع العيار. شكر هيك كبير هالقد أو هالقد، هيك شيء كبير كتير يعني. عجين بقلاوة تركي بدي كيلو طحين متعدد الاستعمالات أو فاخر، أربع حبات بيض، وبدي معلقة كبيرة طعام قطر أو شيرة أو شربات على حسب ما بتسموه بلدكم. عندي معلقة صغيرة سمنة ومعلقة صغيرة زيت، وعندي هون 360 ميلي أو جرام بدكم إياه مي، لأنه هشتغل على إيدي. لو بدي أشتغل على فتاحة اللي بيشفتحوا فيها هني أول شيء، هنخفف المي عشان يكون عجين أقوى. كل ما كان عجين بقلاوة تركي قوي كل ما كان أفضل. وعندي 10 جرام ملح، ببلش إن شاء الله. هاي بالنسبة للعجين إخواني، بدي أحط أول شيء ثلاث ارباع كمية الماي، نقدم عليهم الملح، القطر او الشيرة او الشربات مثل ما حكينا، نقدم البيض، عجين بقلاوة التركي الأساس فيه البيض، ما فيني استغني عنه، ما فيني استغني عن البيض. اللي ما بيقدر على البيض أو عنده حساسية أو ما بيحب نكهة البيض أو شيء بالعجين ممكن يرجع العجين بقلاوة سورية. بنزل الطحين برا على جنب. آخر شيء بنزل عليه للتنعيم السمنة والزيت. هون اخواني بدي اشتغل بهذا المضرب عشان يلمه مضبوط، بما انه الكمية قليلة مو كثير كبيرة، مشان تنعم صح. بسم الله. بس ياخذوا الميات هدول بيشفقوه، بنزل شوي شوي بالماء الباقي. خلصنا المي، بستنى له يشبق شوي وينعم قبل الزيت والسمنه، بعدين بنزل عليه الزيت والسمنه ليشرب كل السوائل وما يعد في عندي طحين بكعب الحلة. ممكن ناجن على ايدنا بس بيتعب شوي. هلا بعد ما لم العجين بغير على الزند اللي بينعم لي اياه. هاي المرحلة بعطيه الزيت والسمن تبعي. هاي اخواني بعد ما نعم عندي العجين بدي ريحه وبعدين نقصه، نسحبه من العجانه نتركه يرتاح اول 10 دقائق، بعدين في راحه ساعه عندي. نوعا ما لازم يكون العجين ناشف. بدي مرتنه هيك نتركه يرتاح، بعدين نرجع له للتقسيط. اخواني بالنسبه للعجين بعد ما ارتاح بدي اقطع على كل قطعه 120 جرام على الميزان. هلا بدي انتقل لمرحله الشوبكه، بس ما بدي كتر عليه نشا. الحين هذا العجين التركي ما بيقبل نشا زياده، ما المفروض يكون عليه نشا زياده. شوفوا بهالمقاس بطخ نشا خفيفة بين الطبقات. هيك
عجين جاهز انت تحطه في كيس او تحطيه بنايلون مضبوط وتتركه يرتاح اقل شيء ساعه. وبنرجع لكم طريقه الفرد تبعه وكيف يكون رفيقه. على بال ما يرتاح العجين بنجهز القطر، كيلو سكر او لتر مي او كيلو مي، وعندي 1700 سكر. بناخذهم على الغاز بس يغلو، بنحط عليهم شوية ملح ليمون أو حمض ليمون وبنتابع معهم. هاي عندي سكر على الغاز أو القطر، وحركوا قبل ما أحطه على الغاز، بعد ما أحطه على الغاز ما عاد حركوا، نار متوسطة، لا تكون قوية ولا خفيفة، والحواف بدها تكون من جوا نظيفة. بنستناه ليغلي ويذوب السكر مزبوط، وبنحط له ربع معلقة صغيرة ملح ليمون، بعدين بننزل جيريكوز. الجليكوز ما بينزل قبل الغلي. شايفين هيك عندي غلى القطر او الشيرة او الشربات، طلع هيك ما بده يكون فيها اي حبيبات سكر. هلا بدي الغاز مشان يشق القطر، مشان يشق يعني يصفى الغليان تبعه. بس لما بدي نزل ملح الليمون بدي خفف النار، لما احط ملح الليمون برفع النار، بحطه على نار عالية. شق عندي هيك القطر او الصفي راق مزبوط. مثل ما قلت هاي الكمية ربع معلقة صغيرة ملح ليمون تكفي. بنحركها هيك ما عاد يرجع يصير قطر حبيبات سكر يعني. شايفين حتى الكبجاي ما بتعلم، هو قطر خفيف ما بيعذب يعني مثل قطر ثقيل. كل ما تقر الشيرة أو الشربات هاي اللي عم نساويها كل ما كان عيارة تقيل، كل ما كان بتعذب بالتصليح او بحط حمض الليمون او ملح الليمون. المرحلة الأخيرة اللي بدي احط فيها الجليكوز بعد ملح الليمون، خفف على الأخير وبنزل بالجليكوز 100 جرام لهي الكمية بس مشان تعطي لمعة. شايفين احلاها الاطراف؟ هاي قطرنا هيك جاهز. خلي بس يدوب القطر فرنجي، عنا بسوريا بيقولوا قطر فرنجي او جينيكوز، خليه يدوب بس ونطفي عليه. هيك قطرنا بيكون جاهز. بنرجع للعجين تبعي اللي بيكون هلا ارتاح، صار له تقريبا ساعة الا ربع، يعني على الساعة بنشتغل فيه. هيك القطر جاهز. قطر القلاوة التركي قلت انا قطر خفيف مو قطر تقيل مثل القلاوة السورية اتقل القطر تبعها. طبعا بدي شوبك واعطي نشا خفيف، ما تكتر نشا، ما بده نشا كثير، عجين التركي ما بده نشا كثير. اذا لقيت الفيديو قصير ان شاء الله بعمل واحد من الاصناف، يا القلاوة التركية بالفستق او اصابع فستق تركي ان شاء الله. شوبك هيك انا حشبكها بنتين تنتين، انتم فيكم تشوفون وحده وحده. هاي عشرة بنشيهم هلا تنشاية خفيفة. شايفين قديش التنشاية يا دوب. فينا نعمل هيك، هي 120 جرام و 170 جرام.
يعني كل ورقة تفرق 50 جرام. هاي الحركة مشان كسر الحرف. بجيب صينية مشان اقطع عليها المقاس بدي اخذه. هاي الصينية اخواني اللي بيشتغل فيها انا ان كان بقلاوة تركية او اصابع تركية او صلصة. بطلع الصينية بسم الله. هذا بيشتغل فيه تحشاية ما بكبر. هاي الأصابع وهي الصلصة مثلا الصلصة اشتغلناها بالقلاوة عجين بالقلاوة السوري اشتغلها بعجين بالقلاوة التركي. هلا شايفين اخواني هيك قاسين. هذا طبعا لما اشتغل بالقلاوة فستو ان شاء الله بنعمل عنه فيديو. ما بكب العجين هذا ابدا، بحطه بالصفر رصاصه الوش خليه كامل مثل هيك للوش. الصفر عادي اني احط فيه طبقه كامله والباقي صاص. هاشتغل هلا انا السلطه واصابع الفستق التركي، بس واحده منهم حنزلها طبعا يعني هي الاصابع الفستق، لانه العجين التركي والطريقه التركي ما اشتغلناها قبل بالقناه. هذا اخواني المطلوب لاشتغل اصابع فستق تركيه. عندي فستق ناعم بودره، مطحون ناعم بودره اخضر بيكون. عندي عجين البقلاوه، عندي فرشايه عريضه تكون شوي، زيت او سمنه، انا شاغل بسمنه. بتحبوا تشتغلوا بزيت عادي. والصينيه اللي بيشتغل عليها بده يكون نفس مقاس القصه اللي انا قصيتها. باخذ شوية سمنة أو زيت مثل ما حكينا، بعمل هون تقريبا بدهن حوالي 8 سم أو 10 سم بالسمنة أو الزيت. برشهم فستو هون كمية وفيرة. نطردهم زفني الورقة شوي، باخذ شوي فستق برشة هيك خفيف على باقي الورقة، بدي طبي هواء واسحب. الطريقة هاي ناخذها دغري على الصينية.
نكرر العملية وحتى نخلص الكمية كلها اللي عنا. نعينا مرة ثانية. نبدأ هون الآن. سمنة أو زيت 8 و10 سنتي. بدش عليهم نسكب كمية منيحة من فوق. فيني اعمل هيك انا تقريبا هيك نص سنتي من فوق عشان تطلعي مضبوط. في معمل الحشوة ما رشيت اسلق هيك خفيفة. صمت وجع لعدة طبيعات بالاسلق. نضغط ونسحب دغري على الصينية. حرارة الفرن تبعها 160 من تحت 110 من فوق. بتقعد تقريبا حوالي 35 ل 40 دقيقة بس، بدها تكون مغطاية بورقة زبدة لما بدي اخبزها. بالمناسبة قبل ما انسى بشكر الأخ نور الدين بالمونتاج، إن شاء الله راح نشتغل معه على المونتاج. الشاب نور الدين شغال بمونتاج الفيديوهات والدعاية والإعلام. إن شاء الله راح يكون معنا في مونتاج الفيديوهات، هو منتج لي كم فيديو بس أنا مقاطع عنه لانشغالي. يشكر الأخ نور الدين والله يعطيك العافية وإن شاء الله عودا حميدا. رشينا شوية فستق. وهيك لحتى نخلص الكمية اللي عندي، إذا لقيت هلا مثل هيك عندي نشا زيادة فلفل شاي شيلها. طبعاً خلصنا شغل، أنا ما بدي أشتغل صينية كاملة، 10 أضغام بس، حط هون شوية عجين مشان ما يحترق الطرف تبع الأصابع. بسم الله. سمنة هون ما بدي كتير لأنه أنا أعطيها سمنة بالأساس، فبدي إياها دهن بس السمنة. كمية السمنة بسيطة كمان لأنه إذا كترت سمنة على هاي الصنف بيطلع بيرغي يعني بيصير يفور لأنه في فستق زيادة. هلا بجيب ورقة زبدة غطيها عشان ما تاخذ لون من فوق ودخلها على الفرن على حرارة من تحت 160 ومن فوق 110 وتكون مغطاية بورقة زبدة. شايفين أحلاها؟ روعة ما هيك؟ ولا عم بجامل حالي؟ هاي ورقة الزبدة قصيتها على قد الصينية. هيك بدها تدخل على الفرن هي ومغطاية، شايفين؟ تدخل على الفرن هي ومغطاية وبنعطيها قطر سخن. مو قطر بارد، قطر سخن. بناخذها على الفرن وبنعمل الصدفة إن شاء الله. هي إخواني بالنسبة لطريقة الصدفة طلعت معها بصور الحمد لله. العجين اللي أخذته أنا لازم نحطه على جنب وغطيه، ضل مغطى عشان ما ينشف. بعدين بنصير نجمع فيه هيك نزمه. نوزع فستق اختياري طبعا، احيانا بيعمل مغص الفستق. بنسعره يعني مو مطعمته. القشطة هاي بننزل رابط طريقة تحضير القشطة بالليمي إن شاء الله. طبعا عملناها الصدفين بس لأرجيكم بالعجين التركي شلون لونه بيختلف كلمة كليا بيختلف اللون والشكل لأنه فيها بيض زيادة أو فيها بيض بس ما نحط بيض سكر. نأخذها يمين يسار نزلنا نقطع الطرف الثاني ونصف الصين. عندي الأصابع عم تزمر بالفرن. بالطريقة هاي رح تخلص عندي كل الكمية. بس طبعا حافظ على العجين مغطى على طول لأنه دغري بينشف. البيض بيخلي العجين دغري ينشف. خلصنا إخواني الكمية اللي عندي.
بعطيها سمنتها وباخذها على فرن حراره 250 بنشوف النتيجه مع بعض ان شاء الله. هون بدي اشوف الاصابع شو صار فيها. بسم الله شايفين صار لها 20 دقيقه ولسه لونها مثل ما هو اخضر، ما بدي اياها تاخذ لون. مجرد تنشيف العجين مع شويه استواء والقطر بيكون صفر. هيك حبايبنا بقلاب اجازه اصابع الكسكس، قطر عندي عم يغلي شايفين مثل ما هي ومستويه من تحت، مو انه مو مستويه بس ما اعطيتها لون من فوق مشان ما يروح خضار الفستق. عندي قطر عم يغلي وهي سخنه وبنعطيها اطراف. هيك جاهزه مستناها لتبرد ننتقل معكم لمرحله التقديم. وكمان هلا نزلت الصدفه على حراره 250 على الفرن. ربي يسعد لي مساكم بكل خير، وهي وصفتنا لليوم جاهزه ومثل ما شايفين حتى عند الاناره ظالم المنتج، والله الشكل جدا رهيب والطعم ان شاء الله رهيب. هي عندي بس الصدفه ما حسيتها كثير فرقت عن عجين التركي او عجين السوري. نعطيها هيك شويه فستق، طبعا هي سخنه كثير لسه، يعني يمكن الله يرحمكم اني ما اقدر شاكركم بس حشاكركم بهي لانه بارده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اخواني محلاها جدا جدا جميله. بسم الله. هاي ما بيكون فيها قرشه بس طعمه الفستق، يعني اكله مدلله، يعني اللي بده يعملها بده يستغني يعني. بسم الله. كمان ممتازه. هاي اخواني وصفتنا لليوم كان عجين التركي وشغل الاصابع الفستق التركيه بالعجين التركي والصدفه بالعجين التركي. كان معكم الشيف فراس من مطبخ حريات شاميه، لا تنسونا من دعائكم والدعاء لست الوالده والوالد وكل مريض، واكيد لا تنسوا الاشتراك بالقناه والضغط على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. اللايكات قليله انا شايفها، يعني اذا في مجال، يعني اذا احنا ما بنحكي انه لايك وشير وسبسكرايب وهالشغلات ما بتعملوها من حالكم، انتم الطيبين ونحن بنستاهل ان شاء الله. ويعطيكم الف عافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.